الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله أما بعد إخواني وأخواتي وحلقة سقالات برنامج كين تحنها ها يعني نقوم قعدرني حبدغا كين نبي صلى الله عليه وسلم حلقة دنيا ذا وحين كجهد لنا إن شاء الله تعالى قاب كين نبي ولدغ ميي شارك إيادتك وحويان قريجي سكودو أي شارك يهيد إلهي سبحانه وتعالى وحوت المامي كتابك قرآن كأه وكشيغي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلهي كليغي عابدا هون الشريك سمينينا سدوك للبدو والدنا إحسان إيا السمافل وصمي آياد حق دنبو حال الوحوت المامي شارك أو كم إذا ددك الله سمافليو والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وحويان شاركي حكتدنا آده هيدين قريقين هنا اسكو دواء أو لابا حقلي سيدوك هالي قفكي وحويان صفرك آد كوذة شرتين وحويان آد وضا صفرتين يساقونا وحويان وحسوق دا قليا شاركا يسوق دا قليا وحكم دا والله يالمركا قاببكي نبي صلى الله عليه وسلم ولدغم يهي شاركا إنو أمريي إلا كرامي أو لا شرفو أو لا ماموسو سيد حديث كابي شريح وتلماميو نبي صلى الله عليه وسلم وحيري من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره كيني وحويا رميسا إلهي يمالك قيامه شاركي سها كرامي مركا شارك كرامين تلا كرامين يي هي وحول الله يسكح لي إيمان كي إلا رميسنا إلهي يمالك قيامه وحكم إذا سدو كلا قابك النبي ولدق ميي إنو ديدي يي وآنو أقلين شارك إن لدباتك ليو أول ديبو ديبيد الله ديبينا وحويا النبي صلى الله عليه وسلم وقتل مامي إيمان دره أما وحويا إيمان يري وقتل مامي سيد حديث كابي شريح وقتل مامي النبي صلى الله عليه وسلم وحيوري والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن صدح قربي إلهي بان كل دارته مور همين ومور همين ومور همين صحابة رسولك وحي إلهي من يا رسول الله وكما رسولك الله كأن رمين إيمان كأن لا إيمان مركا ساوحو للنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يأمن جاره بوائقه وكأن وحويان شاركيسو لبتي سآنو كنبت قرين كاسي إيمانك لبتها كامل كأها لغمهر بل النبي صلى الله عليه وسلم وحو تلمامي ولا ليال لبت اللربية شاركو إني كوي انتهي لبت عدك اللربية سيدا حديثك مقداد المقداد من الأسود وتلمامي وحليه هي النبي صلى الله عليه وسلم مال مالها كم إذا سوى صحابتي صلى الله عليه ماذا تقولون في الزنا ما حد كليده الزندة إنه قفك الزنا يستوى قال ما حرانا أوصميه مركاسا وحي راهن وشيء إلهي رسولك سبع حرمين وإلى مالك قيامه وحويا حرانا مركاسا النبي صلى الله عليه وسلم وحيره قفك أما نينكو إنه كزنا يستوى طبعا دمر إنه كزنا يستوى قبضة شاركيسة وحا إلهي أكتيس وين حق الدنبي أهان وفالح إنه قبضة شاركيسة وحاويان كزينيستو مركا طوبان دمر أهزيندو ده إيا قبضة كلي أو شاركا إنات كزينيستو وحا فالح ودنبي أهان وين قبضة شاركا إنات كزينيستو وحا كميدا شدو كالي أحاديث تارينكا كتسين أي حديث كابي هريرة وحو تلمام إياه نبى نبي صلى الله عليه وسلم أجمي نكاسي وحكعبنا يا شار أولية وحويان جري أهان أيسحجين مر بو أجمي نبي وحكور الصبر مر لباد بو أجمي صبر بو كيري مر صدحات بو أجمي سقى هذانا عبنا يا مر كاسا نبي وحكور واحد سميسا أنت تجري كل عبتو علابتي جري كوت علي سوقات طريق اللي هو كدادي طب تنانين كجري كي بكل عبتي علابتي بسوقاتي طريق كدادي dadkii jidka marayay ayaa waxa weeyaan su'aal bay weydiyaan ninki maxaa sababay inaad alaabtaada u soo qabto dariiq markaas wuxuu uga waramayay qisadii dhacday markaas dadkii waxay gudagalayeen ninki isaga ahaayay dhibay jaarkiisa inay nacdalaan oo waxa weeyaan ay yiraahaan ilaahay sida iyo sida kugu sameey ninki markuu u adkaysan waayay nacladii la nacdalayay ayuu xagga nabiga sallallahu alayhi wasallam u soo carar markaas waxa weeyaan وحور رسولك الله دت كيبان وح كلا كلمة مركها سو حويا نبي وحوري محات كلا كلنت مركها سو حوري وين عذلايا
markaas nabigu sallallahu alayhi wa sallam wuxuu ku yiri inta aanay iyagu ku nacdalin ka hor ilaahi subhanahu wa ta'ala baa ku nacdalay sababta lagu nacdalayna waxay tahay jaarkiisa oo uu dhibayay oo waxa weeyaan ka baxsan waayay sidoo kale xadiidka abi hurayra wuxuu tilmaamayaa nabiga sallallahu alayhi wa sallam qofka waxa weeyaan haddii uu jaarkiisa dhibo cibaado badan baa la yimaadee in waxa weeyaan cibaadadaasi aanay waxba u taraynin haddii jaarkiisu uu ka baxsan waayo waxaana uu tilmaamayaa xadiidkaasi nabiga sallallahu alayhi wasallam baa saxaabadiisi qaar ka mid a waxay ku yidhaaheen rasuulkii allow heblaayo waxaa la sheegaa inay salaadeedu badan tahay oo soonkeedu badan yahay oo sadaqadeedu badan tahay oo acmaasha wanwanaagsan ay aada ugu dadaasho hayra annahaa tu'dii jiraanaha hase ahaatee eh iyadu waxay dhibtaa jiraankeeda ayay dhibtaa oo ka fakan waayo ka baxsan waayey nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi hiya finnaar iyadu naartay ku jirtaa oo naartay gelaysaa waxay ku mutaysatayna cibaado yari maahe waxa weeyaan waa dhibta ay dhibayso jaarkeeda ay dhibayso isla majliskiibaa nabiga waxaa loo sheegay haddana gabadh kale oo waxa weeyaan salaadeedu yar tahay soonkeedu yar yahay sadaqadeedu yar tahay hase ahaatee jaarkeeda wanaajisa oo jaarkeedu uu ka nabadgalay markaasaa nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi hiya filjanna iyadu jannaday gelaysa marka jaarkii haddii waxa weeyaan uu kaa baxsan waayo cibaado badanna aada waxa weeyaan samaynayso cibaadadaada badan waxaa saamaynaya dhibta aada dhibayso jaarka aada dhibaysa ayaa saamaynaysa intaana waxay nuugu eeg walaalayaal xalqadii sagaalaad barnaamijkeenii taxanaha ahaa ee habdhaqankii nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaan idinkaga tegayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh